أعزائي المشاهدين الحلوين الطعمين، أهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكملة. وأحب أقول لكم إحنا لسه مكملين لعب وأسئلة ومسابقات وحواديت وطبخ وحاجات كتيرة جدا جدا. قبل ما نكمل أي حاجة خالص أحب أفكركم مين كان معانا من امبارح. معانا أسرة الأستاذ ساجد وصاحبه الأستاذ كريم ومامته أميرة وباباه هيثم، ومعانا كمان أسرة الأستاذ كريم وصاحبته تاليا ومامته فاطمة وباباه تامر. تعالوا بقى قبل أي حاجة نفتكر عملنا إيه امبارح ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول. أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلتنا السعيدة. ريدي ستيدي أند جو! لا 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 مين صاحبه في المدرسة بتاعته؟ واحدة اسمها تقريبا ملك. ملك؟ ملك مين يعني؟ قصتنا النهاردة اسمها غابة بين الأمواج. أشن اضرب. جينا للعبة من ألعاب بابا وماما المنديل. أكيد كنا بنلعب كلنا المنديل، وأنتوا أكيد برضو عارفين المنديل. جاهزين تلعبوا المنديل؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة. نبتدي ونقول اللي هيطلع مش في مكانه هيخسر. تلاتة تلاتة. برافو. إيه يا ساجد أنت معانا؟ يلا الحمد لله. واحد صفر للفريق الأصفر. نقول اتنين. الله على ماما، الحمد لله. واحد واحد. يلا الحمد لله. يعني ماشي. نقول ثلاثة. الله يا ساجد انت ده انت مصمم. اتنين واحد. نقول أربعة. الله يا كريم. أربعة. انت مالك يا بابا أصلا أصلا انت مالك. ثلاثة واحد للفريق الأصفر. نركز بقى نركز بقى. أربعة. يا طلابي لوحده كده لوحده كده. برافو مركز. انتوا مش مركزين خالص. أربعة واحد للفريق الأصفر. نقول اتنين. الله وانتي مش مركزة خالص. الله يا أميرة عليكي، أنا عجباني الروح الفدائية. أربعة اتنين. نقول واحد. الله انتوا بتتعزموا بجد بيتعزموا على المنزيل كده. كام؟ خمسة اتنين. خمسة اتنين. نركز. زهرة حضرتك واقفة اهو. قال يعني انت بتطلع اصلا اصلا يعني. نقول تلاتة. يوم ما طلع يا نهار، ويا ريتك ما طلعت يا ابني. كده كام؟ ستة اتنين. ماشي نقول واحد. الله الله على الروقان. ايه الروقان ده؟ سبعة اتنين. وموقفكم وحش جدا جدا جدا. نقول أربعة. أيوه ده محدش جه جنبه ده. كده كام؟ ثمانية اتنين. ونبقى طبعا خلصنا لصالح الفريق الأصفر. يلا نروح نكمل ألعاب بابا وماما ونرجع نكمل تاني تاني تاني. أنت حد جه جنبك؟ لعبة تانية من ألعاب بابا وماما اللي احنا كلنا لسه بنحبها جدا، الكراسي الموسيقية. عارفين هنعمل ايه طبعا؟ أهم حاجة هنسمع المزيكا. أول ما تقف طبعا هنقعد، بس محدش يمسك الكراسي وهو ماشي، ومحدش يبعد بعيد، ومحدش يقعد يلزق في الكراسي عشان كنت بعمل الحركات دي وأنا صغيرة. أوكي؟ يلا ريدي ستادي جو. ما تسمعوا مزيكا يلا. لا لا امشوا اجروا اجروا أكتر من كده. أسرع أسرع. أيوه امشوا أسرع امشوا أسرع. برافو 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 يا كراميلا. امشوا اسرع. الحماس ده يا ابني. يلا اسرع. يا سلام. ايه ده؟ اه في كرسي في كرسي في كرسي فاضي. يلا يا ساجد هات كرسي وتعالى. يلا يلا برافو الاول. تعالى اقعد جنبي يا حبيبي. هنسمع المزيكا نتحرك.
يلا. ايوه امي اجروا. ايوه يا اميره. ايوه يلا. يا ترى مين اللي هيخسر؟ مش عارفين خالص. في ترقب. يا نهار تعالى يا عايزه محاسب. تعالى ماشي الحمد لله. لحي نفسه. تعالى يا ماما. يا نهار ابيض اتفرم. يلا الحمد لله. يلا ماما يلا. الثاني اسمها اجري. اجري يا كراميلا. اجروا مدوا. يلا يا اميره. يلا يا اميره. يلا يا تامر. ده على اسم. في كرسي. تعالي يا اميره تعالي. معلش يا حبيبي طنط كانت بتحاول تقعد. تعالى. يلا. في مزيكا. والله برافو الامهات طلعوا بس الابات مكملين. نشوف هنكملوا لحد امتى. خلي بالكم بس على اطفالكم الحلوين ولادكم دول. مش هوصيكم عليهم. ايوه يا كريم بيرقص بقى. يلا يا كريم اقعد. الحمد لله. تعالى يا ابني تعالى. يلا كريم وقع. يلا يا كريم. حلو. يلا. لا انتوا كلكم الاربعه فاضلين لسه. من اسرتك؟ انت. انت الوحيد اللي فاضل من اسرتك يا هيثم. املهم فيك يا هيثم. مصري يا هيثم. بس خد بالك من كريم بس فاهم. يلا كريم ابتدى يتوتر جامد. يلا الحمد لله. تعالي يا حبيبتي الحمد لله ان بابا. يلا. خلي بالكم من كريم يا جماعه ارجوكوا. تامر وهيثم يلا. يا بسرعه بيقول لك احنا لسه. هبص على صباعي. يلا يا هيثم. قال لك بسرعه. برافو يا كراميلا. هي دي السبيريت. خلي بالكم من كريم ما تفرموش. تامر اجري يا تامر. بلاش حركات دي. بلاش اقعد يا كريم. الحمد لله. يلا هات كده بابا وكريم. يا سلام. بابا ولا كريم؟ بابا ولا كريم؟ كريم ولا بابا؟ يلا. ايوه اجروا. يعمل له كده. بيتوعد له. بابا ولا كريم؟ ايوه يا كراميلا. برافو كريم. والله من غير كده. شاطر كراميلا. ايوه تعالى اقف هنا. كريم هو اللي فاز في لعبه بابا وماما. عشان شاطر جدا. يلا نروح نبدا العاب التحدي بتاعتنا. هنعمله كده. تحدي الكور والاجوال. كل زوج عارفه هتعمل ايه مش كده؟ كل زوج هيقعد على رجليه مش كده؟ يلا قعده الاسره بس بالظبط كده. ايوه بالظبط. ايدينا ورانا. ايوه مش هنستخدم ايدينا خالص. جاهزين يا ستات؟ جاهزين يا رجاله؟ يلا مع ايديا. واحد شوتي. لا واحد تشوتي على طول. ده ايه الحنيه دي؟ مش هينفع كده. مش هندخل اجوان. يلا خد. يلا واحد. الله مش هندخل كده. هات الكره بسرعه. اتنين. يلا ايوه. ما هو بصي طول ما انت حنينه مش هتدخله جوان. يلا فين؟ اتنين. الله 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 الله. دي كوره. استنى تعالى يا كراميل. ماشي تلاته اتلعبت. روحوا هاتوا كل واحد يجيب كورته. ماشي انت الفريق الاصفر يا ابني بس. تمام شكرا جدا. يلا شكرا جدا. متعاونين قوي. تلاته عند الاحمر. يلا تلاته. الله يلا روح هاتها. اربعه. انت الصفرا. انت الحمرا. يلا مش عارفة أعمل إيه. يلا أربعة عند الأحمر بسرعة يا سجودي. يلا أربعة يا أميرة. اضرب. ماشي خمسة. الله على العارضة. بتعملي إيه؟ أنا نفسي أعرف بتعملي إيه؟ هتخسرك. شفتي عشان ما تخسروش اضربيها في دماغه. يلا خمسة.
الله الله يلا ستة هات الكورة هات الكورة يلا ستة يا أميرة يلا ستة جامد اضرب برافو الله يلا سبعة سبعة ايه ده ايه ده لا ده هو بقى ايه في حد يرمي الكورة كده بتعملي ايه سبعة يلا اضرب ايوه كده ادي جامد تمانية مش كده يا بنتي مش كده هتدخلي الجون فيكو يلا هات يا ساجد هات الكرة بسرعة تمانية يا ماما تمانية الله حلوة 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 تسعة مش بقولك هتدخلوا الجون فيكو يلا تسعة يلا اطلع فوق تسعة حلوة قوي يلا هات الكرة هات الكرة عشرة برافو هات الكرة هات الكرة يلا كده عشرة آخر كورة وآخر فرصة يلا يا أميرة ركزي عشرة برافو صفر صفر فشل فظيع جدا 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 محدش جاب جون في التاني عادي جدا هنعوض في اللي جاي تعالوا نشوف عندنا التحديات اللي جاية إيه بقى لتحدي جينجا وهنشوف مين من الاسرتين الحلوين اللي هيوقع البرج بكل سعاده النهارده. حد عايز يعترف على نفسه؟ لا. ما حدش هيعترف على نفسه، اتفضل على طول يا استاذ تامر. على طول كده. اول واحده بتبقى اسهل واحده. مش محتاجه خالص. لارج قوي استاذ تامر هو داخل على البرج كده، حاسس هو داخل يوقعه بس يعني بشياكه، يعني هيوقعه بشياكه. الله يا استاذ تامر. ايه ده بقى؟ نحطها فوق. اعمل ايه؟ يلا يا هيثم استاذ هيثم اتفضل استاذ هيثم نفس الشياكه فربنا يستر لا مش من أهل. لا سهلة قوي بتقول ايوه ايوه سلام يلا يا ماما انت ماما انت انا لا خرج مش كده لو حضرتك ايه؟ بيقولها لو حضرتك ايه؟ اه يا ماما لا 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 سهله سهله احنا لسه في الاول يا جماعه صعبتيها يعني الله لا دي التالته بتاعتهم جنبهم كده اختهم التالته كده؟ ايوه فنانه بقى فنانه اصابع بقى فنانين يلا يا امينه وريني البروجرامينج بقى بيعمل ايه؟ امين ايه؟ أميرة أميرة إيه؟ لا إيد واحدة يا أميرة وأنا ما قلتلكيش؟ إيد واحدة أيوة كده يلا عكس عكس بقى أيوة بالظبط مين هتدور على مين؟ يلا يا تالي روحي يا تالي وأنتي داخلة هاي يا توتة فكري الله الله بقت صعبة فعلا يلا يا كراميلا كريم انت بتعرف تلعبها صح؟ اصلك داخل بالثقة انا مش فاهمة جايبة منين سيب ايدك دي مبدئيا لا 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 سيبه سيبه يا كريم كريم ماشي لا مش قصدي خضك بس انت فاهم انت بتعمل ايه؟ مش حاسة ان انت فاهم قوي فهمني طب فاهم قصدي؟ ما انا حاسه انك ما كنتش فاهم قصدي يعني فاهم الحمد لله على كل شيء كريم بكل فخر وقعها بسرعه جدا 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 يلا بينا تعالوا نروح نكمل تحدياتنا ونشوف هنعمل ايه لم يا استاذ جينا بقى للتحدي الثالث اللي عندنا والنهارده عندنا تحدي الايد والرجل تعالوا نبتدي بالاسره اللي على اليمين يلا فريق الاحمر كريم على طول ابتدي يلا
يلا شجعوا كريم. برافو يا كراميلا. كراميلا برافو يا كريم. برافو يا كريم. الله يا كريم. ها برافو والله شاطر شاطر. غلط. معلش معلش معلش. يلا ركز بقى. يلا يا ساجد. برافو يا ساجد. اسرع. برافو يا سجوزي. ايوه جدع يا سيجو. يلا يا سيجو. برافو. ها اللي بعده جدع. اللي بعده برافو. ها يا سيجو. يلا هنفكر لسه. يلا لحق نفسه. ماشي برافو. ماشي يا ساجد. يلا يا بابا. يا مش عارفه ليه ليه بتتفاجئوا. يلا يا بابا. يلا انزل ارقص. يقول لك الانستراكشنز. يلا يلا والنبي انتوا الفريق التاني هو اللي بيشجع. يا بنتي شجعي جوزك. برافو والله برافو. يلا يا هيثم. الله يا هيثم لحقت نفسك. يلا يا هيثم. معلش معلش معلش. يلا يا ماما. سندي لي حكم برضه يا بابا. يلا يا كراميلا. يعني ركز يا كريم. كراميلا كراميلا الشيلة الشيلة. برافو يا كراميلا. ايوه يا كراميلا. برافو يا والنبي شاطر. والنبي حلو. ايوه يا كراميلا. لا معلش هو عارف لوحده. رجع يلا يلا يا تليولا. يلا توتا يا توتا. اسرع يا توتا. برافو يا توتا. يلا يا اسرع. يلا يا توتا. برافو والله شاطرة. ها غلط. برافو. ايه رجل على الرجل. اليمين على الشمال وحاجه ايه. يلا يا بابا. بيقول لك اكسب. الامل الوحيد فيك اصلا. يلا برافو يا بابا. ايوه يا بابا. برافو برافو يا بابا. والله برافو. حاجه ماشي ماشي هنعديها عادي يا بابا. استني. يلا يلا يا بابا. يلا يا بابا. حلو قوي يا بابا. يلا يا بابا. برافو بابا شاطر. الحمد لله انقذكم بابا. يا سلام انقذهم في التحدي ده. تعالوا نشوف التحدي اللي بعده هنعمل فيه ايه. يلا جينا بقى لتحدي فرقعة البالونات اللي احنا ما بنعرفش نتوقع مين اللي هيوصل الاول فيها. ونشوف ساجد ولا تاليا اللي هيوصلوا الاول. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين تلعبوا؟ يلا ريدي. ريدي ستيدي جو. ثباتك الانفعالي ده هيموتني يا ساجد والله. يلا ايوه من مكانك يا توتا. من مكانك. برافو. من مكانك يا تاليا. الله خليكي زي ما انت. برافو. الله خطوه واحده يا تاليا بس كده. ايوه معلق. يلا ايه بقى. يلا ما بتشجعهمش ليه زي ما انت. اللي بعده. يلا يلا يا تاليا. برافو يا تاليا. يا ابني بالراحه. برافو. دي كده ايه لسه فاضل لك واحده. يلا يا تاليا. ايه ده. يلا الله خطوه كمان يا تاليا. شفتي شفتي شطارتك. برافو. خطوه يا ساجد. خطوه واحده يا ساجد بس هنا. يلا الله من مكانك يا ساجد. ايه ده؟ ركز يا ساجد. ايه ده؟ يلا خدي من الارض وارجعي مكانك تاني. يلا من مكانك. يلا برافو يا توتا. يلا يا تاليا. يلا شجعوا تاليا. برافو. يلا يا تاليا. يلا يا ساجد. اي بالراحه بالراحه. ايوه نستنى بعد ما نرجع. استنى ما ترجع. استنى ما ترجع. يلا يا تاليا كفايه كده. يلا يلا يا ساجد. تاليا يلا تاليا. ايوه تاليا تاليا. يلا برافو يا تاليا. تاليا تقدمي خطوه واحده. استنى استنى بس من عندك بقى بس. انتوا الاثنين تقدموا. استنوا استنوا اقفوا مكانكم. جمعوا جمعوا الدرس بتاعتكم عشان مش جمعوا الدرس عشان مش عايزين. يلا خلاص مجمعين. يلا 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 برافو. لسه لسه الزنقه الزنقه من مكانك. ارجعي مكانك. ارجعي وحاولي. يلا يلا مين اللي هيكسب الاول. برافو من مكانك يا ساجد. من مكانك. ارجعي يا تاليا. من مكانك. يلا مين. الامل
الأول، معلش يا سجودي، ولكن الفريق الأصفر وداليا هي اللي كسبت وعدت وفرقعت البالونة الأخيرة. يلا بينا على طول نروح نشوف عندنا إيه تاني بعده. برافو. وصلنا بقى للبلاي ستيشن وهنشوف بقى الاستاذ كريم وكريم، كريم من الفريق الاصفر وكريم من الفريق الاحمر، هيعملوا ايه في سباق السيارات. هل انتوا جاهزين تشجعوا؟ وانا جاهزه اتفرج وقلت يلا ريدي ستيدي اند جو. ابتدى السباق، كريم الاصفر مع العربيه الصفراء، كريم الاحمر مع العربيه الحمراء. معلومات بديهيه جدا، و الفريق الاحمر متصدر بعربيه بقى العكس. عدى تعدى ده بس. اهم حاجه نسيت اقول لكم، اهم حاجه تاخدوا بنزين عشان العربيات هنا بتقف لما البنزين بيقطع، فلو لقيتوا بنزين لازم تفولوا. اهو برافو كريم الاصفر قاعد مركز قوي. ايوه يا كراميلا شوماخر، ها قاعد قدام بلاي ستيشن للنهار؟ لا ها في رولز. برافو، تحب العربيات يا كراميلا؟ دول اتنين كراميلا. اوكي كريم العربيه الحمراء انت في المركز الاخير لسه، شد حيلك شويه. كريم العربيه الصفراء في المركز ال 12، شد حيلك برضو عشان بصوا احنا لو مشينا في النص الحياه تبقى اجمل، ولا هنخبط ولا هنتاخر. العربيه هتخبط من قدامك. معلش معلش عديه بقى فاهم. الله يا ابني مين العربيه الصفراء مع مين؟ لا انا الله يا ابني انت الحمراء. لا انت الحمراء. انت العربيه الحمراء. العربيه الصفراء بيخلص بنزين. انت بتلعب من بدري على انك تحت، انت بقى انت من فوق. يا نهار ابيض. ايوه خد بنزين وعندك لفه. كريم الاصفر اي البنزين بيخلص من عنده وهو في المركز التاسع، انما كريم في المركز العشرين الاخير لم يتقدم واصبح لسه في المركز الاخير فاينل لاب وفي المركز الاخير. هل هيلحق يعوض ولا لا؟ بنزينه بيخلص بس هو فول تاني. كريم تامر الفريق الاصفر في المركز الخامس. ايوه كريم التاني في مركز العشرين. معقوله معقوله يا كراميلا؟ وخلص كمان الفيول كده. يبقى كريم الاصفر في المركز الرابع، كريم الاحمر للاسف في المركز الاخير للاسف الشديد. كان فاكر نفسه من بدري بيلعب بالعربيه التانيه بس حصل خير ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في بقيه اللعب والالعاب بتاعتنا. وصلنا بقى للكونكت فور وهنشوف بقى مين من الامهاتين اللي هتعرف تكون اول صف بسرعه وبسهوله ان شاء الله. جاهزين؟ جاهزين. كل واحده معاها ابنها، كل واحد بقى هيساعد مامته. ونبتدي بالفريق الاحمر ونقول يلا. احمر اميره يلا. من مكانك طبعا. ايوه من مكانك طبعا. اصفر يلا. فاطمه برافو ما جاتش. احمر ورا بعضه بقى يلا. احمر ايوه اصفر ما جاتش. احمر برافو يا اميره، والله اميره النهارده يا جماعه قويه جدا. اصفر برافو يا فاطمه ما جاتش ما بتجيش. احمر يلا يا مامي. الله يا بنتي طب انك واحده اقفلي عليها من اي حته. اصفر ماشي ماشي. احمر لو جبتيها من هنا جبتيها من هنا هتكسبي. يلا يا رب يا رب فعلا بعيدة. ما جاتش بعيده. اصفر عندكم لسه فرصه. فرصه ايوه ما جاتش. احمر يلا يا ميرو. اصفر كانت جايه. اصفر
حلو قفلت على القماش احمر لا ايه ده بقى ايه ده بقى ايه ده بقى عملتها اميره برافو يا اميره برافو كده الفريق الاحمر هو اللي كسب هناك فور تعالوا بقى نروح نشوف عندنا ايه عند يحيى وكنوز ونرجع نكمل كمان لعبنا وحوادتنا وحركاتنا وطبخنا كمان يلا بيكوا اصحابي وحشتوني قوي 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 دلوقتي البالونه هتاخدنا وتطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز بسينو عن كنوز الملك توت عنخ آمون يلا بينا نشوف قولي لي بقى يا كنوز هتكتبي عن ايه لسه بفكر يا يحيى بس غالبا هكتب عن اللعنه لعنه ايه مفيش حاجه اسمها لعنه صح يا سينو انا لسه ما اعرفش انتوا بتتكلموا عن ايه اصلا فهموني الاول انتوا بتعملوا ايه إحنا كل واحد مننا يا سينو مطلوب منه يختار موضوع ويكتب عنه حكايات جديدة وكنوز عاوزة تكتب عن اللعنة أنا مرة قريت إن كان في جملة مكتوبة على قناع الملك توت عنخ آمون بتقول سيضرب بجناحيه من سيزعج الملك كل الكلام ده مش حقيقي يا كنوز وإلا إزاي كنوز ملوك كتير اتسرقت من أماكن دفنهم على مر العصور أنا مقتنع بكلامك يا سينو لكن إيه معنى الكلام اللي بيبقى مكتوب على الجدران وتوابيت الملوك؟ ودايماً بسمع عن اللعنة اللي بيتعرض لها ناس كتير قربوا من أماكن دفن الملوك المصريين القدماء مجرد خدعة عشان أي شخص يقرب من كنوز الملوك يخاف وتفضل الكنوز في مكانها لكن للأسف معظم المحاولات دي ما نجحتش وكنوز ملوك كتير اختفوا أنت عارفة يا كنوز إيه سبب انتشار إشاعة اللعنة؟ إيه يا يحيى؟ وفاة اللورد جورج كارنافون وهو واحد من أوائل الناس اللي دخلوا مقبرة توت عنخ آمون أول ما تم اكتشافها جوه مكان الدفن يا يحيى؟ لأ يا سينو بعد 5 شهور بس من الاكتشاف العظيم اللي كان ليه سبب كبير في حب واهتمام العالم كله بالحضارة المصرية القديمة كده يبقى لازم أفكر في موضوع تاني أكتبه قولي أنت هتكتب عن إيه يا يحيى؟ أنا كنت محتار لكن خلاص قررت هكتب عن اكتشاف كنوز الملك توت عنخ آمون أنا عاوز أعرف إيه سر اهتمام الناس في العصر الحديث بالملك توت رغم إن الملك توت تولى الحكم وهو صغير وما حكمش أكتر من 9 سنين وما كانش من الملوك المحاربة أو اللي ليها تاريخ في الحفاظ على حدود كيمت لكن في عصرنا الحديث الاهتمام بالملك توت ليه حكاية طويلة يا سينو الحكاية بدأت سنة 1922 في وادي الملوك في الأقصر وبعد سنين من الحفر والبحث عن الكنوز المصرية القديمة قدر عالم الآثار البريطاني إنه يكتشف مكان دفن الملك توت عنخ آمون الحظ خدم الملك الشاب لأنه دفن في مكان صغير اعتبروه معظم علماء الآثار لا يليق بملك لكيمت لكن لأنه صغير والتراب مغطيه من آلاف السنين كان بعيد عن كل العيون ولصوص الآثار ما قدروش يوصلوا له فضل كارتر ينزل على السلالم اللي هتوصله الكنز الملك توت سلمة سلمة لحد ما لقى نفسه في غرفة الدفن اللي مليانة نقوش على جدرانها وفيها كل اللي يخص الملك من مجولات ذهبية وعجلة حربية وكل تفاصيل حياته حوالي 3500 قطعة ذهبية كانت موجودة في نفس المكان وبينهم تابوت الملك قرب كارتر من التابوت وفتحه عشان يتفاجئ بأعظم اكتشاف في التاريخ الحديث قناع الملك توت عنخ آمون من الذهب الخالص يعني يا سينو تقدر تقول إن أهمية الملك توت في عصرنا الحديث لأنه أول ملك مصري قديم نكتشف مقبرته كاملة قبل ما لصوص الآثار يقدروا يسرقوها حتى لو الكنوز اتسرقت التاريخ لسه باقي الشعب مصري في كل حاجة من حوالينا النقوش والبرديات والحكايات اللي عرفناها أهم من أي كنوز حتى نهر النيل اللي عمره من عمر الأرض دي جزء من تاريخنا شطار يا أولاد حبكم لبلدكم لازم يكون ملوش أي شرط أو سبب إلا إنكم بتنتموا لأرضها زي أجدادكم المصريين القدماء بس يا سينو أنا عاوز أعرف هو ليه الملك توت ما حكمش كتير؟ الملك توت توفي في سن صغيرة واختلفت الآراء بخصوص سبب الوفاة ومن بعد فترة حكمه تولى الحكم الكاهن آي ومن بعده الملك حور محب خلاص يبقى يحيى يكتب عن الملك حور محب وأنا هكتب عن الملك توت حبيبي وبعد
بعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. أنتوا عارفين يا أصحابي إن الملك توت عنخ آمون حكم كمت في عصر الأسرة الـ18 بعد وفاة والده الملك إيموحطب الرابع. تولى الحكم وهو عنده 11 سنة بس، وفضل في الحكم لغاية ما بقى عنده 19 سنة. وبكده تكون خلصت حكاياتنا ومغامراتنا سوا، واستنونا في حكايات جديدة ورحلة سعيدة. بقى لمرحلة المطبخ، ومن بدري واحنا متحمسين وعايزين نخش المطبخ جدا جدا جدا. قولي بقى يا استاذ كريم، انت موصين بدري انت عايز تطبخ، تحب الطبيخ؟ اه. يا ولد بتعمل ايه بقى في البيت؟ مطبخ بيت. اه انت مسؤول البيت عندكم في البيت. نايس. واوقات بيبقى الجبنة. واوقات جبنه، يعني بتطبخ جبنه ولا بتعمل سندوتشات جبنه؟ لا بعمل الجبنه، يعني لما هي بتيجي مش جاهزه انا بجهزها. ازاي بقى بتجهزها ازاي؟ يعني الجبنه الحادقه لما هي مثلا تعملها بالطماطم والزيت ده انت صعب مزاج بقى. اوكي نايس. وين بتعملي ايه يا استاذه؟ بعمل بيض وبعمل سندوتشات جبنه. بتصرفي نفسك يعني. طب ايه رايكم نتعلم نعمل غدوه كامله متكامله حلوه وسهله جدا؟ ايه رايكم نعمل؟ بتحبوا المكرونه بالوايت صوص؟ اه حلوه قوي. طيب مبدئيا احنا عندنا مكرونه سلقينها، مين عارف بتتسلق ازاي؟ أنا. قولي بقى ايه نعمل ايه؟ نحطها في ميه. عايزين نحط دي عشان تسخن. ها بنحط ميه وعليها حبه زيت وملح. يا ولد. وبعد كده نسيبها حوالي 10 دقايق تغلي، بعد كده بنحط المكرونه. لا انت تشاف سلم عليا. لا لا برافو. يبقى احنا كده سلقين المكرونه بالطريقه طبعا اللي قالها الاستاذ كريم، مظبوط جدا. طيب عايزين نعمل الوايت صوص بتاعنا، هنعمله ازاي؟ معانا زبده طبعا، هنحط شويه زيت الاول برده مع الزبده. ماشي حلو عشان ايه كده اهو حلو. يلا مين هيحط لي زبده؟ انا اي حد. يلا اهو حطي. اتفضلي. حاسبي يا تاليا. ايوه يا تاليا حطي يا تاليا. شكرا يا تاليا. يلا ايوه كده لسه في زبده. جميل قوي. الزبده بتاعتنا بتسيح اهو عشان احنا مسخنين الطاسه بتاعتنا. هنحط ايه بقى؟ يلا ارميلي الدقيق. الدقيق يلا. لا حطه على كله على بعض. يلا يا كراميل. بنحط ايه ده؟ ايه دقيق. رمينا الدقيق كده ولازم نقعد نقلب بسرعه بسرعه بسرعه. نقلب 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 علشان الدقيق. لسه هنحط اللبن. ايه رايكم ممكن حد يحط لي اللبن؟ انا مش هحط. يلا واحنا بنقلب 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 بنقلب. ماشي حصل خير. نقلب بس كده. حلو قوي 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 قوي. هنقعد نقلب. مين هيقلب؟ حد يقعد يقلب؟ أنا عشان أنا إيه؟ خليها هو يقعد يقلب. وتعالي احنا ايه نظبط ونجهز الطبق بتاعنا اللي هنقدمه. مش احنا لازم ايوه. ماشي حلو قوي الكلام ده. المكرونه بقى ايه، بروتين ولا نشويات؟ نشويات. نشويات طبعا. ايوه عايزه تقلبي شويه، روحي قلبي شويه. تعالى يا كراميلا اتكلم معايا. قولي بقى المكرونه بقى ايه، نشويات ولا بروتين؟ مشويات ولا نشويات؟ مشويات. ايه مشويات؟ لا مش مشويات. مشويات ازاي؟ نشويات. نشويات ايوه نشويات، اللي هي مش بروتين. مكرونه والرز والبطاطس والحاجات دي كلها النشويات صح؟ تدينا ايه بقى النشويات؟ مين عارف؟ لا 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 مهم قوي. كويس ان انا بقى ايه خدت بالي انت بتعملي كده. لازم نقعد نقلب في نفس الاتجاه وما نسكتش ابدا. ولما تبقى اهي ابتدت تمسك نفسها. أيوة نزود لبن تاني. لا كويس ان انا لحقتك. مهم قوي. اه والله احنا ممكن نحط الحاجات اللي احنا مش عايزينها تحت يا شباب. يلا ساعدوني. كويس ان انا لحقتك عشان دي معلومه مهمه جدا جدا جدا. علشان الوايت صوص ما يكلكعش مني لازم اقعد اقلب في نفس الاتجاه. اديكي اتعلمتي حاجه ايه بالتجربه. طيب احنا عندنا كمان الجبنه بتاعتنا. ايه رايك تجيبي الجبنه المبشوره؟ بشرين جبنه تشادر عشان بقى ايه. يلا حطي بقى شويه جبنه حلوين يا بنتي. هات مش بيتحطوا. هيتحطوا كده اهو.
تعالي نشيلها من على النار بس الاول كده عشان ايه؟ هنحط شويه جبنه حلوين. اوكي؟ دي جبنه ايه؟ شادر. شادر مبشوره. سهله صح؟ حلوه قوي كده، اتفضلي. ساعدوني. ايوه كده. ايوه يا كراميل. ايوه يا كراميل. ايوه يا كراميلا في نفس الوقت. احنا برضو مش محتاجين شادر تاني؟ لا. حلوه قوي. طبعا الجبنه عشان الوايت صوص بتاعنا سخن جدا فالجبنه اكيد هتسيح لوحدها عادي. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه قولوا لي؟ هنحط المكرونه. طبعا هنحط المكرونه بتاعتنا عادي جدا كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو اللي مش عايزينه هنحطه الله شكرا. لا يا حبيبي ما تتاسفش. لا انا عايزه اقلب دي عشان ايش بس عشان ايه نعرف ندوقها كويس. في حاجات ممكن ترمي دي معانا؟ اه ايوه عارفين طبعا. حلو يبقى احنا عملنا ايه بسرعه كده قولوا لي كده رجعوني كده راجعوا معايا عملنا حطينا ايه؟ المكرونه ايوه والزبده أيوة. واللبن واللبن دقيق ولبن وجبنه ولبن وجبنه وقعدنا نقلب ما حطيناش ملح وفلفل أوه. نحط شويه ملح وفلفل اهو كده اهو كده ملح وانا حطيت ملح هاتي فلفل حط كمان فلفل ها شكرا. نقلب ونقلب ونقلب نقلب 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 وبكده نبقى جهزنا غدوه كامله متكامله صح ولا غلط؟ صح. طب تعالوا بقى ندوق بقى الاكله بتاعتنا الحلوه دي. انا اصلا كنت مجهزه لكم علشان ايه لو ما لحقناش. انا عندي طبق جاهز هنا وعندنا طبق سخن وفريش طبعا اكتر واحنا اللي عاملينه بايدينا فندوقه بقى ونقوم ايه. سهله قوي يا ولاد صح؟ اه سهله جدا يعني. أيوة. وما بتاخدش وقت كمان ومفيده والنشويات قلنا بتعمل ايه؟ بتدي طاقه صح؟ اه وبتعمل ايه كمان؟ بتساعد على حمايتنا من امراض القلب مثلا بعد الشر السكر. طيب ايوه مين جاهز يدوق؟ انا انا كمان بصراحه. يلا شوكه وشوكه وشوكه وندوق مع بعض. حلوة قوي قوي قوي. انا من رايي بقى تاخدوا الطبقين دول تروحوا تدوقوا لهم هناك عشان هنعمل عصير يبقى ايه يفرش علينا كده. يا كريم يا ساجد انت بتحب عصير شوكولاته؟ وانت بتحب عصير شوكولاته؟ طب تعالى كده يا كراميلا اقف كده هنا هنعمل بقى عصير شوكولاته. معانا ايه؟ معانا ايه ده؟ ده ايس كريم شوكولاته. ده ايه؟ ايس كريم شوكولاته. ده تلج. وده تلج. ماشي وانت عندك هنا ايه ده؟ ايه ده؟ كاكاو. كاكاو. وده ايه؟ شوكليت صوص. زياده تاكيد. وده ايه؟ شوكولاته. شوكولاته مكسره ومقطعه. ودي ايه؟ لبن. لبن. حلو قوي. عندنا كم شوكولاته. ودي شوكليت شيبس عشان في الاخر خالص. أوه. ايه رايكم؟ يلا بينا نبتدي نحضر العصير بتاعنا. هتحط لي التلج الاول؟ أوه. يلا حط التلج الاول. حط التلج اهو يطي على الصغنن ده. شكرا. اللي مش عايزينه هنحطه تحت. يلا حطه تحت. حطه تحت. احنا مش عايزين ده حطه تحت. حطه تحت. هنحط الايس كريم بتاعنا. جميل قوي. كلام جميل صح؟ وسهل وبسيط. شكرا يا كراميلا. طيب هتحط لي الكاكاو؟ اه يلا حط لي الكاكاو. حط لي الكاكاو شكرا. وانت هتحط لي الشوكليت؟ حط لي الشوكليت. يلا. الشوكولاته ايه؟ مقطعينها عادي، شوكولاته اي نوع بنحبه يعني، مش لازم نوع معين خالص. ماشي. نحطها تحت. والصوص بتاعنا عشان يعني ايه؟ نبقى متأكدين يعني. حبة صوص حلوين قوي كده. كمال قوي. وبعدين اخر مرحله اللي مع ايه؟ استاذ ساجد. ايه ده؟ معاك ايه؟ حليب. حليب لبن. برافو. شكرا 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 شكرا. جميل قوي الكلام ده. احنا بقى ايه مش عايزين كل ده. هنشيل كل الكلام ده ونحطه تحت. يلا يلا يا سجودي. ونقوم قافلين الغطا ومتاكدين انه مقفول. صح ولا ايه؟ صح. نحطه على البلندر ونشغل البلندر. تعالى يا كراميلا. هو يشغل وانت تطفي. يلا. الله يا كريم. لسه لسه. كان في تلج.
حلو قوي الكلام ده. مين بقى بيجيب عصير الشوكولاته جاهز؟ انتوا بتجيبوه جاهز؟ طيب ايه رايكم بقى اتعلمتوا حالا ازاي تعملوه في البيت زي اللي جاهز واحلى ومتاكدين موجود فيه ايه؟ متغذي اكتر. هتعرفوا بقى تبقوا بتشربوه في اي وقت صبح ليل، هتعملوه لاسرتكم كلها وهتدوقوا حالا هو جميل قد ايه. مين هيعمل ده في البيت ويجربه في البيت؟ انا. مين؟ انا. كريم؟ انا هحاول. وانت مش راضي يا ساجد ولا ايه؟ انا هحاول اجرب. هتحاول الموضوع فيه اي صعوبه بذمتك؟ طب احنا كده هنا واحنا بنصب الشوكولاته ممكن نرجع كل حاجه مكانها؟ ده؟ ايوه. لا جنبك هنا على اليمين. ونحط الشوكليت شيبس، حط كل واحد بقى يحط عند كوبايته كده ايه؟ اللمسات الاخيره، الشوكليت شيبس بتاعته. ايوه كده. ايوه. ايوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلو قوي الكلام ده. مين بقى هيدوق ويقول لي اخبار عصيره اللي عمله بايديه ايه؟ يلا. ايه الاخبار يا سجودي؟ حلوه قوي. الاخبار يا كراميلا؟ هنعمله بقى في البيت من هنا ورايح بنفسنا، وهنعمله لاخواتنا، وهنعمله لباباهم ومامتنا، صح؟ طب حلو قوي، انا كده اطمنت عليكم. عملنا مشروب حلو جدا، الكول شوكليت يعني او الشوكولاته العصير اللي احنا بنجيبه جايز ده، عرفنا ازاي نعمله في البيت لوحدنا. ممكن بقى تقولوا لي قد ايه انتوا اتبسطتوا النهارده؟ قوي 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 يعني؟ قوي قوي قوي؟ طب قولوا لهم بقى اتبسطنا قوي واعملوا لهم باي باي. باي.